السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيف يونس المغربي. الفيديو والوصفة اللي جاوب لكم اليوم هو جلب الحبيب بالبيض، نعم بثلاث بيضات والخدام الحمر. والخدام الحمر هم عدة، على سبيل المثال نقول في المغرب مثلا حمودة، حمو الباشا حمو او حمودة او الحاج مصطفى، هناك عدة من نوع عدة خدام، من هنا عدة خدام الخدام الحمر. في هذا الوصف سوف نحتاج الى ثلاثة بيضات، وبهذه الثلاثة بيضات سوف تجلبين حبيبك وتجعليه خاتما في اصبعك، نعم خاتما في اصبعك، كل باله وكل تفكيره معك، لا يستطيع البعد عنك، لا يستطيع خصامك حتى لو كان بينكم خصام شهور واعوام. بهذه الوصفة سوف يتصل ويعتذر ويطلب السماح وتعود المياه لمجاريها. سبحان الله، وصفة معجزة، وعطيت الكثير من الزبونات، جربت الكثير من الزبونات، لهذا قررت أن أشارك معكم، وأنتم تعلمون أن لا أشارك معكم إلا الوصفة الناجحة. وهذه الوصفة سبحان الله من بين أقوى الوصفات، أقوى الوصفات، أقوى الوصفات، أكرر وأعيد أن من بين أقوى الوصفات، يعني سبحان الله، وصفة الخدام الحمر، يعني سبحان الله تعطي نتيجته مفعولها في مدة قصيرة. إذا كان هذا الإنسان زوجك وحصل بينكم خصام، حصل بينكم يعني أصبح لا يعاملك معاملة جيدة، لا يعني لا يهتم بك، لا يعني يجرحك بكلامه، لا يهتم بك، يخونك، بهذه الوصفة سوف تجعله ولو يذهب فقط للعمل، نعم يذهب فقط للعمل، يأتي في المساء وكله شوق، كله حنين، كله محبة. إذا كان هذا الإنسان طريقك، بهذه الوصفة سوف تعود المياه لمجاريها وتعود لبيت زوجك ويأتي لبيتكم ويطلب السماح ويعتذر. وإذا كان حبيبك، بهذه الوصفة سوف يتزوج بك وسوف يجلب لك ويكون كل باله وكل تفكيره معك، لأن بهذه الوصفة لن يستطيع البعد عنك ثانية، يعني سبحان الله وصفة معجزة تعطي نتيجة في مدة قصيرة. لهذا قررت اني اشارك معكم، وانتم تعلمون ان لا اشارك معكم الا الوصفات الناجحه. وهذه الوصفه سبحان الله من بين الوصفات الاقوى الوصفات. هذه الوصفه سهله، سهله جدا، كل ما سنحتاج فيها هو ثلاثه بيضات، ثلاثه بيضات ثم ورقه وقلم، ورقه وقلم. بالنسبه لهذه الوصفه احسن يوم القيام بها يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، لان اليوم الخدام الحمر الملوك الحمر هو يوم الثلاثاء، احسن يوم القيام بها يوم الثلاثاء. سوف تعود للسطر وتكتبين مساء املي عليك الان بالحرف، مساء املي عليك الان بالحرف، تكتبين توكلوا، توكلوا يا خدام الجن الاحمر بجعلي ملكة في عيونه لا ينافسني، لا ينافسني، لا لا الجمال الأسمر ولا الأشقر، ولا الأشقر. توكل يا خدام الجن الأحمر بجعل ملكة في عيونه لا ينافسني في الجمال، لا ينافسني لا الجمال الاسمر والاسمر ولا الاشقر، يعني خدام الجن الاحمر يجعلونك لا ينافسك في الجمال وفي يعني في عينه لا الجمال الاسمر ولا الاشقر، يعني سبحان الله وصف معجزه تعطي نتيجه مده قصيره. ثم تعود الى السطر وتكتبين اجعلوه في بعدي ضائع، في بعدي ضائع، وفي تفكيري سارح، اجعلوه في بعدي ضائع وفي تفكيري سارح. وتعودي للسطر تكتبين سارح الخيال معذب البال، سارح الخيال معذب البال، اجعلوه في بعدي ضائع وفي تفكيري سارح، سارح الخيال ومعذب البال، ومعذب البال. ثم تكتبين أنا فلانة بنت فلانة، يعني اسمك واسم أمك، جلبتك يا فلان ابن فلانة. ثم تكتبين اسمه واسم أمي، إذا لم يتوفر معك اسم أمي سوف تكتبين مكان اسم أمي حواء، فلان ابن حواء. ثم تعود للسطر وتكتبين جدول مثل هذا، هكذا هكذا هكذا، ترسم مثل هكذا هكذا هكذا، تقسمين هنا على ثلاثة والأخرى على أربعة، هكذا هكذا والأخرى على أربعة هكذا، وتكتبين هنا جلب، جلب جيم باء لام، جلب هكذا جيم لام باء
جل اعتذر جل لب جلب ج جيم لام ب جلب هكذا. ثم تكتبين هنا فوري فو ري مقسمة فوري مقسمة جلب جلب فوري مقسمة. تكتبين هنا الحمر 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 هكذا هكذا على هذا الشكل هكذا على هذا الشكل على هذا الشكل. يعني سبحان الله وصفة معجزة، وكل من جربت لاحظت الفرق ولاحظت النتيجة مدة قصر. وأنتم تعلمون لا أعطيك من الوصفة الناجحة، وهذه من بين الوصفات الناجحة. يعني سبحان الله كل من جربت لاحظت الفرق والنتيجة بمدة قصيرة. ثم تأخذين البيض تأخذين البيضات، يعني سبحان الله وصفة معجزة تعطي نتيجة مدة قصيرة. تأخذين البيضات وتكتبين ما سأملي عليك الآن بالحرف، ما سأملي عليك الآن بالحرف، ما سأملي عليك الآن في البيضات بالحرف. البيضات سوف ترسمين فيه جدول مثل هذا، ولكن لا تكون في هذا الحمر، لا تكون في هذا الحمر. سأريكم سأريكم مثال. سوف تأخذين 3 بيضات تكتبين ما سأمليك عليك الآن بالحرف، ترسمين جدول. قلنا ترسم هكذا هكذا مثلث هكذا هكذا، وتقسمي هكذا هكذا، يعني مثله مثل هذا، لكن باستثناء هذه لا تكون. ثم تكتبين هنا جل جيم لام باء، ثم تقسمين هذه الخانة إلى 4 خانات إلى 4 خانات. تكتبين هنا فوري فوري جلب فوري هكذا جلب فوري. ثم تأخذين البيض الثاني وتكتبين فيها نفس الشيء، تكتبين فيها نفس الشيء هكذا 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 نفس الشيء هكذا هكذا. جيم لا باء، ثم تقسم نقسمها إلى 4 ونكتب فوري 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 هكذا هكذا. ثم نأخذ البيضة الثالثة ونكتب فيها نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء هكذا 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 على هذا الشكل. جيم لام باء يعني جلب، ثم نقسمها هنا إلى 4 ونكتب فو فوري فوري هكذا على هذا الشكل هكذا على هذا الشكل هكذا هكذا على هذا الشكل هكذا هكذا. ثم نأخذ هذا الترسم ونضع فيه البيضات 3 هكذا، نضع فيه البيضات 3 هكذا على هذا الشكل هكذا على هذا الشكل. ثم نشعل النار في الفحم، نشعل النار في الفحم جيدا، ونقوم بطي هذا الترسم، نقوم بطي هذا الترسم هكذا، نقوم بطي هذا الترسم هكذا، ونجمعها هكذا لكي لا تنزلق البيضات هكذا. ثم نشعل النار قلنا في الفحم جيدا 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 حتى يلتهب الفحم هكذا، حتى يلتهب الفحم. بعد أن يلتهب الفحم نضع هذا الترسم والبيضات تفقس والترسم يحترق، وكلما احترق الترسم كلما فقست البيضات سبحان الله. يعني يجلب هذا الإنسان ويصبح كل باله وكل تفكيره وكل عقله معك، ولن يرتاح له البال ولا الضمير حتى يأتيك وهو راكع، يعني وكل باله وكل تفكيره معك، ويصبح كالخاتم في أصبعك. يعني سبحان الله وصف معجزة، وأعطيته الكثير من الزبونات، جربت الكثير من الزبونات، لهذا قررت أني أشارك معكم. وهذه سبحان الله من بين الوصفات القوية اللي تعطي نتيجة في مدة قصيرة. عندما يحترق الترسم وتفقس البيضات ويحترق الترسم بالكامل، ما تبقى من البيض والترسم ومن الرمى تقوم برمي جمعه ورميه في مكان نظيف، حديقة، غابة، رمال، تربة، أي مكان نظيف، المهم لا ترميه في مكان به نجاسة، ترمي بخلاء، حديقة، يعني رمال، أي مكان نظيف. بعد أن ترميه سبحان الله مباشرة تعطي النتيجة، النتيجة تبدأ في الظهور. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي، كالعاده من ان تواصل مع يرد عمل خاص وترك لي رساله في الواتساب الذي هو هذا، والذي سوف تجدونه ايضا في صندوق الوصف. تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.